انا مبسوطه جدا جدا ان انا معاكم النهارده، وبعتذر قوي ان والدتي ما قدرتش تحضر الندوه، ما قدرتش تحضر التكريم، بس حقيقي كانت ظروف خارجه عن ارادتها. انا كنت عايزه اتكلم عن اكتر حاجه بحس ان جدتي او هدى سلطان مميزه فيها، انه وما شفتهاش في اي ممثل حتى كمان برضو عالمي، انه هي احترمت كل وقت في حياتها، احترمت كل مرحلة عمرية وكل مرحلة سنية هي عدت بيها، وفي كل مرحلة هي عندها علامة كبيرة، ما كبرتش في السن وبقت أدوارها أقل، أو بقت أدوارها مش مؤثرة، أو بقت دور الأم العادية. لا، أنا أفتكر الأم زي طبعا فاطمة علبة وزي مامة حسن أرابيسك والأدوار دي، فحسيت إن ده حب جدا لعمرها، وده صعب قوي إن الفنان يعمله، لأن عادة أو أنا هتكلم عن نفسي عايزة أفضل على طول في المرحلة اللي أنا فيها، مش عايزة أكبر ومش عايزة، وحاسة إن مثلا لو كبرت مش هيبقى عندي نفس الفرص اللي عندي دلوقتي. هي كسرت القاعدة دي بالنسبة لي تماما، لأنه هي كمان ناس كتير بتحب أدوارها وهي كبيرة قوي 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 يعني، ومع كل الأجيال هي موجودة، مع كل الأجيال هي ما اختفتش، ما تنستش. فدي حاجة حلوة قوي، نفسي أوصل لها، نفسي أن أنا أحب كل مرحلة عمرية ليا ويبقى ليا فيها شغل بقدره. ده أنا ملقتوش حقيقي، ملقتوش حتى بره في يعني في العالم، بيكتئبوا لما بيكبروا، بيكتئبوا وبينعزلوا وما بيبقاش، ما بنشوفهمش خالص، ممكن ما نشوفهمش خالص، لكن هي حبت كل سن، حبت كل سن، وحبت أنها هي أمة، حبت وهي جدة، حبت كل حاجة. فده حاجة صعبة قوي. وطبعا كمان هي كممثلة عظيمة، بس امبارح كنت قاعده مع استاذ محمود حميده وقال كل صوت ليه شخصيه ولون، هي بتقدر تغير لون صوتها في اي اغنيه بسهوله جدا. فسمعنا اغنيتين، اغنيه ليها اغاني على فكره انا ما مش فاكراها، يعني انا اوعى على اغاني اللي هي كل الناس بتسمعها لجدتي، زي كل اللي هي زي كنت ناسي افكرك وغيرها، بس هو سمعنا اغنيتين حقيقي، الاغنيتين كانهم اتنين مغنيات بيغنوا، ولا ده لون نفس صوت البني ادم بس اللون مختلف تماما. فحسيت ان هي عظيمه بجد، حقيقي عظيمه، يعني انها تبقى ممثله بالقوه دي ومغنيه بالقوه دي الاثنين مع بعض، ده نادر قوي، نادر جدا. عادة ممكن تبقى بتوجيد حاجة على حساب حاجة، او في حاجة واخدة من حاجة، لكن هي ما كانش عندها ده، كان عندها الاثنين في بالانس ما بينهم جدا، بدليل الحفلات اللي كانت بتتعمل في الاوبرا. وهي ودي حاجة كانت بتلفت نظري جدا، انا عمري ما حسيت ان جدتي محجبة على المسرح بتغني، ولا ممثلة محجبة، انا عمري ما شفت ده، مع ان انا ممكن احس انه لما ممثلة مثلا تتحجب بتبقى متأيدة شوية في التمثيل، وبتبقى مش قادرة تمثل زي ما كان قبل الحجاب، وكتير منهم بيعتزلوا، لكن جدتي مش كده خالص، جدتي ما اعتزلتش، لان هي عمرها ما كانت بتشوف انها بتعمل حاجة مش مهمة جدا، هي كانت مؤمنة جدا باللي هي بتعمله، مؤمنة جدا بان فنها قوي وفنها مهم، وان الفن ده بيربي اجيال، فعمر ما كان الحجاب هيأثر على ادائها او على فنها او على تمثيلها، وده كان بيخليني ما اشوفش الحجاب، ما احسش ان في حاجز ما بيني وما بينها، زي ما انا غصب عني بحسه مع ناس تانية، وهم حتى ناس تانية ممكن يبقوا حاسوا ده في نفسهم وبطلوا تمثيل. فهي ما كانش عندها ده خالص، يعني حتى كمان ماما كانت تحكي لي انه ناس كتير كانوا فاكرينها هتعتزل، قالت انا هعتزل عن ايه، انا ما بعملش حاجة حرام، قالت انا بعتزل على ايه، اللي اعتزلوا فقالت اللي اعتزلوا اللي هم اللي اعتزلوا اللي بيعملوا حاجة حرام، انا ما بعملش حاجة حرام، وتمثيلها حقيقي نضج مع الحجاب وبقت في حتة تانية خالص بالنسبة للجمهور وبالنسبة للفنانين. فانا بحب جدا حبها للفن، لان هي بتقدسه بجد كقدسية رهيبة. انا عاشرت جدتي اكتر ما عاشرت جدي بكتير، وحبها واحترامها للفن علمني ان الفن مش مجرد ان انا امثل او ان انا اعمل دور علشان الناس، طبعا
طبعا الناس تبص تتفرج, بس هي ربت. انا حاسه انها ربت بادوارها. الناس اتعلمت حاجات كتير في حياتها, والناس اتعلمت حاجات كتير في سلوكها. وهي كانت دايما تقول ان التمثيل ان لا تمثل, انك انت ما تمثلش, انت تعيش الحاله بجد. فانا بحب ده قوي فيها, وحقيقي انا نفسي ابقى ربعها. بس هو الحقيقه انت جاوبتي لي على سؤال انا كنت عايز اساله لك, بس انت جاوبتي عليه, سؤال الحجاب تحديدا اللي هو الى اي مدى هي كانت منسجمه مع ده ومتقبلاه وقادره انها تكمل بيه, لان انا شفتها في حفلات في الاوبرا وهي بتغني بالحجاب ومندمجه ومنسجمه وسعيده وبتغني وكان هي نفسها هدى سلطان اللي كانت بتغني في الخمسينات والستينات والسبعينات بدون اي فرق يعني, وبنفس الشغف والاستمتاع بما تؤدي, لانها يعني مصدقه. انا جدتي لا احنا بنحب تمثيلها كمان بالحجاب قوي, لانه هي مصدقه في اللي هي بتعمله. هي مش شايفه انها بتعمل حاجه ضد مبادئها او ضد قناعتها. وهو من هنا جه الموضوع انه لما قالوا لها هتعتزلي بقى يا فنانه لما تتحجبي, قالت لهم اعتزل عن حاجه, يعني اعتزل عن لو حابه اعمل حاجه غلط انتوا تعتزلوا لانكم بتعملوا حاجات غلط. بس انا اعتزل ليه؟ انا بعمل حاجه مهمه جدا, ده اللي خلاني احب شكلها, احب واصدقها. قالت لهم لا انا ما بعملش حاجه حرام. هي مقتنعه جدا بده. واحلى ادوارها كانت والله العظيم احلى الادوار كانت وهي معاك. ده معز عندها سؤال طبعا حاجه عشان كنت قاعده بتقولي هي كانت بتعمل ايه. انا جدتي هي اللي عامله كل فساتيننا بتاعت عيد ميلاداتنا. جدتي كانت بتخيط كويس قوي, يعني وانا عندي سنه عيد ميلادي ده كان جدتي اللي عامله لي فستان, كانت بتخيط وبتعمل كل فساتين ولبس عيالها, وكان عندها اوضه كبيره قوي حتى الفساتين بتاعتها كانت بتعملها. واحنا مقطعين حاجات بتطريز لان هي كانت بتطرز حلو قوي, فمقطعين حتت من الفساتين وعاملينها في برواز وحاطينها في برواز في البيت عندنا, عندي وعند اختي وعند ماما. فهي انا ما اعرفش هي فعلا كانت بتلاقي وقت تعمل كل ده ازاي يعني. فهي كانت بتعمل لنا كل فساتيننا وكل لبسنا, ودي حاجه جميله قوي. ما اعرفش طبعا. طيب يعني مثلا في رحله مدرسه ماما عايزه تروح, فمثلا تروح تسال جدي فيقول لها ماشي, فتروح تسال جدتي تقول لها لا, او تقول لها مثلا اوكي, فيقول لها هو انت هتوافقي على انها تروح الرحله دي؟ قالت له طب ما انت قلت ماشي. قال لها لا ما انا مش عايزه انا اللي اطلع الفيلن. هو كان يحب دايما يعتمد عليها في كل حاجه ما تخص الشده او الحزم او كده, وهو اللي بيدلع وطيب وكده, وده كان حقيقي فعلا. فانا مش حاسه ان انا في حاجه ممكن ابقى مش عايزه اخدها منها, بالعكس انا عايزه, يا ريت كنت ابقى واخده اكتر يعني, يا ريت كان صوتي حلو مثلا. يعني يا ريت كنت ابقى واخده منها حاجات كتير, بالعكس انا نفسي ابقى, لا نفسي اخد من كل حاجه فيها. انا عايزه اقول لك حاجه بمناسبه انك انت تونسي. جدتي كانت بتحب قوي حفلات تونس, لان هي كانت عارفه ان انتوا بتحبوا الفن جدا ومتذوقين الفن جدا, وكانت بتعمل حساب الحفله قوي اللي في تونس, لان هي عارفه قد ايه انتوا مثقفين وسميعه جدا ونقاد جامدين جدا. عزه يعني هي بتغني في الاوبرا وفي ليالي التلفزيون, بس ما بتغنيش في افراح, بس افراح العيله بتغني فيها كلها. يعني كان في فرح اختي رشا, كانوا كبار وغنت, هو كانت بتغني ان كنت ناسي افكرك في فرح اختي, وجدي كان موجود, وحتى كان كل المصورين قسموا الشاشه نصين وخلوا جدي في نص الشاشه وجدتي في نص الشاشه تاني. وانا بصراحه لغايه دلوقتي لما اتفرج على الفيديو ده بضحك, ان هم كانوا كبار جدا على ان هم يبقوا بيبصوا لبعض كده, وهي تغني له وهو يتغزل فيها. حسيت انه ايه ده بجد, زي ما بتشوف كده صور الناس تكبر تحس انه ايه الجمال ده. كانت حاجه حلوه بصراحه يعني, الفيديو ده لسه محتفظين بيه. وهو موجود على فكره الفيديو ده, ممكن تجيبوه على